بنسكر عليكم وعلى صباح الشروق حنضيء الشموع، رايك شنو يا حمزه؟ على ضوء الشموع كذا مؤانسه مؤانسه لطيفه كذا حنسال منها استاذ فؤاد طبعا عشان نعرف المزيد من على ضوء الشموع. برنامج هو يبث على شبكه راديو وتلفزيون الشروق، نتعرف عليه اكثر. هو برنامج على ضوء الشموع، هو برنامج الاصلي فيه هو استنطاق لمبدعين حول تجاربهم الإبداعية وحول منتجهم الإبداعي، اللي هو سواء كان في مجالات الشعر أو مجالات القصة أو مجالات المزيكا أو المجالات كده. والحاجة المهمة جدا في البرنامج ده إنه منتجه صاحب خبرة وتجربة كبيرة جدا في الشروق، اللي هي الأستاذة رشا إبراهيم، ونفتكر إنه تحية لها، وهي زولة يعني يبدو إنه الناس اللي بيعرفوا وبشاهدوا الشروق تماما، واحدة من المؤسسين لقناة الشروق في مستوى البرامج، وعندها بصمة بدءا من سوداني واستمرت المسيرة، والآن هي جاتنا بتوب جديد مختلف اللي هو على ضوء الشموع، وفي تقديم واحدة برضو من النجوم شاشة الشروق شكلت حضور في فترة كبيرة جدا، اللي هي الأستاذ عفراء فتح الرحمن. فأفتكر إنه ده واحد من البرامج الإيقاع مختلف ومحتواها مختلف وطريقة معالجتها للقضايا المتعلقة بالإبداع وإشكالات الإبداع وقضايا مختلفة. طيب رأيك شنو؟ خلينا نشوف الاختلاف ده في التوأم الحاصلة ما بين رشا وعفراء فتح الرحمن. لكم التحية وصباح الخير عليكم، من حيكم من صباح الشروق. خلينا نشوف الحاجة الجميلة والشموع اللي هم حينوروا لنا بها الشروق. مساء النور، أهلا ومرحبا بكم في هذه السهرة. معنا فنان قد تكون تعرفت عليه من الصورة الأولى، هو الفنان عمر أحمد محمد مصطفى. الله يخلي الاثنين يعني موجودات يعني في المالقة حظها من النشر وفي الأغنية الجديدة، يبقى أنا أقدم الجديدة إذا. 12 11 1. مساء النور ومساء الخير ومساء الجمال. في هذه الحلقة نلتقي بفنان استثنائي، صوته صوت درامي ذكي وحساس وملتصق بالشارع، ونستطيع أن نطلق عليه المثقف الحقيقي الملتحم بالجماهير. قالوا شمت مات، أنت عرفتها بعد ما مت يعني خلاص والناس عرفت أنه أنا موجود، لكن الحاجة دي كانت بالنسبة لي ممتعة جدا جدا. زعلتها وتذكرت أستاذنا محجوب شريف. أنا أم بحلم بحلم بجناي، أنا أم بحلم بجناي، أنا أم بحلم بحلم بجناي. لا 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 على ضوء الشموع الصباحية الندية مشاهدي، لنكمل صباح الشروق بذات الابتسامة الزاهية الباهية. شاهدنا على ضوء الشموع مع رشا ودكتور عفراء، حنتابع الآن سيدة الموقف اللي تكلمنا عنه وتحدثنا إنه هي سيدة رائدة قدمت وأفنت حياتها في خدمة المجتمع السوداني. نشوف المادة ونرجع نتواصل تاني مع أستاذ فؤاد عبد الرحيم. عماد البيت وصانعة الأجيال، فعلت كل شيء وأجادت كل ما فعلت. ما أن تضع يدها على شيء حتى يخضر ويزهر. زينت الشوارع وهي تتخذ منها سبلا للعيش الكريم. لمساتها الحان المخملية تعطر الحياة وتملأها بالحب. شكرا للمشاهدين وشكرا لسيدة الموقف، تحية لمنى عبد الهادي وصباح الخير عليك عبر إطلالة الشروق.